السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بألف خير. اليوم غنوجدوا صلصة البيشاميل وغنعرفوا شنو هما الأخطاء اللي خصنا نتفاداوها لنجاح صلصة البيشاميل. بالنسبة لصلصة البيشاميل غنحتاجوا جوج معالق ديال الزبدة، غنحتاجوا الفرص جوج معالق، يعني درنا جوج معالق ديال الزبدة ندير جوج معالق ديال الدقيق الأبيض ولا الفرص، وعندي نص طرو ديال الحليب والملح والبزار، وكنكوها بجوزة الطيب ولا الجوزة. أول حاجة غنديروها نديرو الزبدة الدوب، عاد باش من بعد غنزيدو ليها الدقيق الأبيض. هاي الزبدة من بعد ما دابت غنزيد ليها الطحين ولا الدقيق الأبيض، نخليهم فوق العافية حتى يطيب ليا الدقيق شوية. غنكب شوية الحليب حتى نخلط مزيان هاد العناصر باش نزيد داكش اللي بقى ليا ديال الحليب. بالنسبة للنصائح، أول حاجة ملي نزيد الدقيق على الزبدة نخليه ياخد لون ذهبي، يعني إلا بقى بيض غتولي عندنا مذاق ديال الدقيق في صلصة البيشاميل، إلا ولا بني يعني ماغون غيولي الطعم ديال المرورة في البيشاميل. تاني حاجة ملي نبغي نضيف الحليب يكون دافي ما يكونش بارد باش ما يتكتلش لينا الخليط. لنفرض تكتل ليا الخليط شنو غندير؟ غنهز الخليط ديالي ونضربه في الخلاط الكهربائي وغنرجعه فوق البوطه، الا بان ليا غلط بزاف يعني باقي كثيف غنزيد عليه الحليب. نزيد شويه الملح، شويه ديال اللوز، ونحك شوية ديال الجوزة. هانتوما تشوفوا ها هو ملي تيبدا يغلي الحليب ها هي البشاميل تتبدا تقال، وهنايا كيبقى لنا الاختيار، بغيناها خفيفه نقدروا نحيدوها في هذه المرحله، بغيناها تكون ثقيله نخليوها مازال شي شويه فوق العافيه. ما نساوش ان صلصة البشاميل ملي كنحيدوها من فوق العافيه راه مازال تتعقد، يعني نحيدوها وهي خفيفه شويه يعني قريبه للقوام اللي بغينا، ما حقاش مازال غتعقد. هانتوما تشوفوا لاصوص بيشاميل ديالي كيفاش كتجي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنىكم تشتركوا في القناه ديالي